السلام عليكم، مساء الخير متابعين جاز لايف. احنا اليوم متواجدين في مهرجان المانجو. طبعا بعد قليل ان شاء الله امير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر راح ياخذ جولة على المهرجان. انا بدور ان شاء الله راح اخذ لكم لقطات من جولة السمو الامير، تابعوني. تعال هنا.
كانت تغطيتنا أعزائي المتابعين لجولة صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان لمهرجان المانجو بكادمون. نلقاكم إن شاء الله في تغطية أخرى في أمان الله.